انتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية لا سيما في اليمن، لافتا إلى أن التدخلات السافرة لإيران في المنطقة العربية أبشع صورة للإرهاب. ولعل الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في شؤوننا العربية ودعمها لميليشيات إرهابية يعتبر من أبشع مظاهر ذلك الإرهاب الذي يحتاج منا التكاتف والتعاون لمواجهته وردعه.